السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا الله تمسيكم بالخير جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مقولة جميلة جدا جدا، يقول عنها شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: لو وزنت بالذهب لوزنت. يقول: من بورك له في شيء فليلزمه، بمعنى من وجد أثر وبركة عمل معين من العبادات فليلزم هذه العبادة وليكثر منها، وجد فيها بركة في نفسه وجد فيها أثرا على قلبه فليلزم هذه العبادة وليكثر منها، لعلها تكون بعد رحمة الله عز وجل سببا لدخوله جنته. وهذه العبادات المقصود بها النوافل. جزاكم الله خير، وأسأل الله عز وجل أن يستمعنا وإياكم بطاعته.